ليه عملت حكايه ان انا ما رضيتش اتكلم مع عميل عشان هلاقي رد فعل غير صحيح؟ اقول لك طب في ناس بتقول لك يا محمد انت دلوقتي ليه ما ضربتش؟ لان انا من البيت اصلا الشركه علمتني. انت كان ممكن تاخد حقك في وقتها. انا كان ممكن اخد حقي وقتي، بس انا في تربيه اصول. طبيعي كل مكان بيختلف عاداته وتقاليده ومكانه. واولا الشركه عندنا معلمانا ان احنا بنتعامل مع الشخص بكل ادب واحترام وتقدير، مش مع حد تاني ايا كان شخص ايا كان. بس الموقف اللي انا فيه حاليا ان لن اتنازل عن حقي ولا انا اتراجع فيه، وانا مش طالب غير من الناس اللي واقفه ان انا حقي يرجع لي. شركتي مشكوره لها والاداره والدنيا كلها والناس كلها مشكوره ليها ان هي واقفه معايا عشان تجيب لي حقي. بس انا مش هتنازل عن حقي مره ثانيه. الناس بتسالك تاني يا محمد ايه اللي حصل؟ احكي لهم تاني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كفرد مواطن شغال في مكانه، لما تلاقي عربيه داخل عليك السواق بيكلمك باسلوب غير لائق، بيقول لك احنا داخلين عماره. طب عايز افهم العماره والشقه وصاحب الشقه والجو ده. تمام. طب انا يعني انا انت عايز مني ايه؟ ان انا بعليك يعني بتكلم معاك بكل ادب واحترام. تمام. لما يكلمني بكل الاهانه وكل الكلام ده كله انا استسمح ان انا اتكلم في هذا الامر. طبيعي هو اهان اداره الشركه بتاعتنا وصاحب الموضوع، يعني الشخص اللي تعدى عليا ان كان تعدى عليا. زمايلك لما عرفوا، زمايلك هنا في الكومباوند، كان رد فعلهم ايه؟ رد فعلهم ان هم زعلانين وان هم اهانتك اهانتهم كلهم. ما هي يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه، انا اهانتي من اهانه شركتي، من اهانه اداره المكان، من اهانه السكان، من اهانه المفاوضين، من اهانه زمايلي كلهم عامه. بالظبط. يعني معلش مفيش اي حد لن يقبل هذا الوضع. يعني لن يقبل هذا الاساس. بالظبط. انا بابا شغال وفجاه الاقي صاحب الشيء داخل بيضربني وبيهني وبيسحبني وضرب واهانه وسب وقصف، يعني تتخيل هذا الامر. فانا عشان خاطري ان انا يعني انا عملت هذا الامر، يعني مش بمعنى المنطق ان انا بقول لك ايه، انا سبت الامر ده لسبب، لان انا عارف ان في ناس لها رد فعل قوي.